باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله كنوح بابه قفكي علماء يمدحذا نمانك مدحذا الدنيا هندتك أمامرا كواطع وكيالا وحي ألا حلال كدقي حاران كدقي الدود أما وحي ألا حاران كدقي حلال كدقي الدود وسا كيالا واعتقاد كيسي بدلا ونمانك وح بدلا كرع بدلي الداس فقد كرع ومارت اعتقادية إن وحي ألا حلال كدقي حارانيهين وحي ألا حاران كدقي حلاليهين فقد اتخذهم تتكاس وورك كيالي وحو كثم يستي أربابا كوالا عابدو من دون الله ألا غير كيس مركا إن شهادة أن لا إله إلا الله وحي كان سنيسا إن أدونك ألا أطيع وكو أطيع وحي ألا حلال كدقي وحو حاران كدقي وحي حلاشنا حلال اعتقاد يسو كنا دقنتو حاران تناد حاران واعتقاد يسو وأدكو دقنتو وأدى لك لي وحقن تنتو وهذا ما ركت دين كان هذا تحكيم وحن شرع الله علماء مركز شقوا دوام معي ذاتك إني وعديان ويحل أسودجي ويحل سودجي إذاك وعدينا يا ما هنا علماء وظيفة شقوا دوام ما إني شرع بدلان وحيد دوران نحر الكدجان وحيد دوران نحر الكدجان نصارى ذا تسكون ما قرأت يهودي علماء ذي وحكي يا دين كي بدلي ديسي ما بنانا مرك نلوما إدمن أنجا إن بني آدم كواطعنا معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تاسم الكوتا القاعدة ها إلا أمن ما رتسو فيها النقضة وعبادة يشاقنا يا وإن عكرت إنه وح معصية كفرة وتوعدك على إنه كان لي عشاء إن عكرت وكفرة إنه تكلي حتى هكييني نيك علماء هذه الشركة أنا قانا لها هدوك إيرا ما رتسو فيها زند وحلال هدوك إيرا ما رتسو خمرة وحلال هكييني وما نبنانا تكيش هذا تكيش وعين نقونا إساء أو هذا اعتقادي سو وحسو كو حلالي إحاران شرعك كوها إن حلال نقضي هذا اعتقادي سو دين كوها كبحتي حديث معصيهان سقرر عضو وما ركتي قلبي قادر وكد قنيا يوحي إحاران تاين إحاران توديهين في حلاش هاني إحاران تحلاش توديهين هذا تدك معصية سمينة ومبار لحقون تاي مركة أطيعت ومدح برنان وحي كحرن تأيسين جرن الله بأسكالين رسولك صلى الله عليه وسلم طاعد لا أطيع يا وحي رعسان لا أطيع ديسا وقال لنا فرينا نطيعنا أساء إدمك قال لنا أسانا فرينا رسولك أطيعنا صلى الله عليه وسلم عليه قرد عن قرينا مركة إنه محمد ورسولك قال له يا صلى الله عليه وسلم عليه وحاكو قد جرى إنا نكو أطيعنا وحي نفري وحي نغرب عنك جوقنا الله نمارت عنك عابدنا وحي أسقنا تجدي وأنا بدعك عابدنا الله مركة علماء ومرة دي ولا شيء موقت انتو روح اسكيهن اول الامر و اسكيهن وكونا لفرعين ان اطيعنا اطيع الله و اطيع الرسول و اولي الامر منكم كوى اللو اللي هوا مركا ويحي الدين كو سابسان اي مركا علماء اي امر كليهن ويحي الدين كو سابسان ومرادا اللي هادا سيد غالب كا واكلا بحان موقتا ان علماء انو مدح نقضا ما بطنا وهراء مارد علماء مدح لغا لكتو اي دادكو اسك جوجيين مركا ننك هادا حاكم كا اي مارد دادكو اي دوران عيان waxaa waajib ku ah sharciiga inta baahirka ay laga yaqaano ee dadku wada yaqaanaan inuu say taa u fuliyo la wa garanayaa mo in xukunka alla lagu xuguntamo oo ma aragtay ninka saariqaha gacanta laga gooyo oo ninki zaaniga ha ma aragtay xukunkiisa la marsiyo waxa soo yaqaanaa qofna marti uga ma ah waa inuu marka say taa u fuliyaa sheekh islaam intee saas u jiraa waan xaqiiqadan waa saas laakiin wixii ma aragtay xogaa ijtihaadi u baahan yahay nadar kale culimada ha weydiiyo marka ninka xaakimka ahi waxa sharcigiisu waxa xukunkiisu toosaya markuu culimada ka amar qaato oo u maarato wixii diin ah madal ijtihaadi u baahan oo ayaga weydiiyo hadii kale waa lumaya wixii baahir ah la yaqaanana waa inuu sidoo u qaataa oo xukuma naagii xijaabki in lagu ilzaamiyo ma garad ikhtiraadki oo kala dadka laga ilaaliyo meelihi madarista ah iyo jaamacadka ah iyo xataa baabuurti umurna noocaas kale marka umur baahir ah oo uu yaqaano marka inta tabartiisa inuu dadkii sharciga ku ilzaamiyo yaa shaqadiisa ugu weyn oo ay tahay hadda dunku waa isbitaale adduunka kaliya laga raadinayo madaxda saasna ma ahan sida rasmiga ah waa maxay inuu diinkii dadka u ilaaliyo oo uu ka ilaaliyo bidcada usuujiisii hore maara rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ka tagay iyo saxaabada inuu diinka ku ilaaliyo taasii culimadu ku taariifin jireen ninka madaxda waxa ugu muhiimsan waa taas dadka diinkooda in la ilaaliyo ma garatay ninkii marka ma aragtay diinka ku hagaagana ta adduunyadiisa ha loo hagaajiyo kii kalena waa in la edbiyaa marka waxa ninka xaakimka laga rabo waa maxay cadowga daakhiliga ah
واحد توجد برعة وحنا عصا كلاهي إنه ذاتك كقبته عليه الخارجي كان سوى كلا أمارته كدفاع شو قد أقول إنه دولة قوانين سواتاس لكن وح أن جرجرتن كجلي كرنوا معه وشرعي على شرعي على جرجرتن مجري كرو ذاتك مسلمين تاي هدي الرمان إسلام كودو إنه أصحمه وإن شرعي على كرال النقدان وإني وذا أقول يهين مع سقف كواكدة كرتا نيك قال لي قاها مرة قارك ذا دعك كرتا إنه مارت شرعي خلافه لكن مرة كهرباء إن أرتيك كلا إيه مارت أي قلوب الجني وشرعي خلاف سن أو لقى كياني ترياني إيه فرنسيس إيه مال الجني إيه لاتين كي قانون كودي إن تتكي لوجا دعو مارت قانون كت تحكمان اللجوء الزامي أو مارت أي واجب نقف كنا سوى رك إن شرعي قال لي إنه كده ما يواجب كتاي تاسوا قال لي ما ما بنان تاس هو إن لقى رشرع قال له إن لو دق معي واجب تاي ولا إله إلا الله جاب تاس كنيس ولا معبود حق إلا الله مرك قال له ذاي واحد التزام تيس وما إن قال لك اللي عابده ما قرت عباد ذو حكم دع إن الحكم قال له أذ أقرات أو أذ رعد أمر كي نهيجي إن تسود أقادته يا معركة كم ذا عبادة وتعيد قلب تزيس وقليسا مرك شرع قال له مو قولي أو معركة ونفرن تينا شرع قال كدافنا يو كهدات تراهدو دينك واكب بعد شغلكم ليت مرق قف إيمانك إذا هاي لاشده هل أقول هذا شرعي جودهان ما ذا هي رعية أنتوا وإن رالي لو نقد شرعي هل أقول هذا وأسوق مقرر وياي معصيه تي دعده هدو وما ركتي عصادي ونحوم كودي أدتك إليه مرق يان لسهلني وح كلا مرق كوفت نيسان باب كان راح نسمع لنا إنه نوع إيمان طوانا يعني كدك دقين الحكم بغير ما أنزل الله آيات كلو عقيدة دوانا مرق سانكش يكين دوانا dadka ayaguna quluuga ku sameeyay baabkan oo diinkii oo dhan xaakimiyada ka dhigay marka culimadii iyo umaradii ma banaana in lagu raaco wax alla xalaal ka dhigay xaraam ka dhigan wax alla maaragtay xaraam ka dhigay xalaal ka dhigan wax alla xalaal ka dhigay xaraam ka dhigan ama wax maarat alla xarimay xalaal ka dhigan in lagu raaco ma banaana qofna macsiya ku hakeel qof ma lagu ogol inaan macsi ka yeesho ma jirto waqaal ibn abbas wuxuu yiri yushiku an tanzil alaykum hijaratan min as-samaa أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك واحد لو أن تنزل إن إذن كسوة دكت عليكم دشي إن حجارة دقح من السماء حق عرك إن دقح إن كلت ما لن كسوة الروبية دقح يا لو هذا متيستين بقول لي أقول وحن لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله ساسير وتقولون أذنكم واحد لذي قال أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر وحك فضل بضان ياجر ومدان ومدان وحك فضل بضان أبو بكر وعمر مجران رسول الله مرك الله قصور ريبا ذاتك أيام بيضا الله وحدد ربنا وفضل بضان أبو بكر وعمر ابن عباس مرك وحول ليه انت إذنك أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أذنكم كنتين أبو بكر وعمر ساسي راذين إذن مفر نبو ليه هدا ساس تراذين عذاب مدنتهين أثر كان مرك وحاوريي إمام أحمد باوريي وسنة صحيحة كوريي وذات كانت صالح على الشيخ وحول ليه الشيخ سلام التيمية يا فتاويز كشاغي ولا يا سنه كيمتني قبل مرك ابو بكر يا عمر ما حي اركاين ان حجك ولا افراد يا وكفل لي بدنا تمتع يعني حجك لي هو اللي حرته يا قف كل حجنا حجك لي هو حرته كاسا افراد لي راهنا تمتعنا وا ما حي انه انت ما رت عمره حرته عمره استو كذب مالك سيداتك او حجك بالله كاسا تمتع لي راه مرك حجك ولا افراد يعني كفل لي بدنا تمتع رميسان ابن عباسنا وحو لها تمتع واجب ادلدنا وكيناي مرك هذا مسألة فقهان يعني قصدكم ما هنا اللفظ قاس عام كا يكرباه ما ركتي هذا مثلا مسألة توحيده شرعي أو ما ركتي مل كأدي أو أت وعد إن ما نصوص تدين أدو عد هاي إن أترى هذا شيخه ولا أساس رئيه واللي جسه ولا أساس نضحيه كذا كذا يهدأ ترى هذا هذا الحين نقول إسحاق إن ما ركتي دينك الله أتكتك تيو أو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ديدن تاي أو أدت هذا السوقات تاسع سيدر مسألة فقهية وحكسي حب بذن مسائش عقيدة ذا على كل حال علماء إلا احترامه هو واجب لكن سقفك يعدات سنة رسولك صلى الله عليه وسلم مبنانا إن أور سنة أديده هبل أساسيري الشيخ هبل أساسيري إمام هبل أساسير أهل العلم قال كل أسكود وافق سيهن وشافعي رسالة ديسة يوساس كويري يعني أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد قل لي قف هذا الكيسين سنة الوقت تقع ما بنانا هتي بعد تعتبر وقال الإمام أحمد وحيري عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وحن لي أبنه يقول سند كي يقعنا سند محال إيرا هذا سند يمتني أجر موقتا حديثة سند لقوريا يا حتى موقت آثارتي صحابة وكلية سنة الجورية
iyo taabiciinta iyo waxa oo maaragtay muslimiinta iyo ummadaha kale uga duwan yihiin ka mid tahay in sanad wax lagu wariyo. Sanadku marka waa maxay? Waa silsiladii ragga ahayd ee matniga ku gaarsiin lahayd, ma ogtahay? Sanadkii marka garanayaan, sanadku hadduu sax noqdo matniga sida qaalibka ah sax, ma ogtahay? Sanadkii iyo saxnimadiisii garanayaan, xadiidka inuu sax yahay og yihiin, haddana wax khilaafsan xadiidkii qaadanayaano waxay leeyihin sufyaan asaas yihi. سفيان أساس افتاض إليه يذهبون هذا إلى رأي سفيان. رأي سفيانه أن دليل وضوء سفيان كان مركو حوه إجيه سفيان الثوري إنه يه حسنا مارك تلاميذ رعسان إيا لها وحش بها مذهبية. والله تعالى يقول ألا نوحو ليه فليحذر الذين هكدكتون أنكو يخالفون عن أمره أمرك ألا خلافه أمرك رسولك لابده ألقو فسرية أن تصيبهم إني أصيبتي كل عضو فتنة فتنة أو يصيبهم معنا فتنة سواء محي وشرك يبارة قلب يسير اللي أحده أو بعض أي قشر أو يصيبهم ما إني أصيبتي كل عضو عذاب أليم عذاب درن وكل عضو أتدري ما الفتنة إمام أحمد أورك وتموكتا وإلا وروحا فتنة ذا قوة ما كراني سعال فتنة فتنة ومحي الشرك واي وعبادة الله وحكا للا وذا جي رسولك صلى الله عليه وسلم وهذا الكوه اللي وقول كسو عديهي إن الدول الكل مركز عاد كانتو شركة بين قنايسة لعله وحدة كرتبه كل إذا رد بعض قوله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قار كم إذا هدول رديه وسكديده وهبل أي ردت ودي دنيا أن يقع فيه شيء من الزيغ إن مرك قلبه يسوي كل عوحه من بعضه وإلى شاه يلا حش فيهلك مركزوها لكسم مركو النوع شركة شركة أكبر نو جاري كرا هدو حاران ماركتي وأركو حلال وأساس كراه سو مارت الجرنايا إما حنا يحاران يهين. أنا عدي بن حاتم وحل جوري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقلي يقرأوا هذه الآية سواء آية أخرين آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كود علم ذاها يكو صوفيال كها مركز صوفيال وأجلس لما دي جرينا حتى عباد أنك وقت صوفيال عنو نقانا أساسي مركز علم ذا صوفيال سجليين marku waku ubaadaha oo ibaadada maaratay oo go'ay oo ayagoo juhaala iska ibaadaysan jiray marka ku ubaadaha iyo ku culumadaha ay wixii ka sameysteen arbaaban kuwa la caabudo min duunillaah marka rabbi iyo ilaah marka qaar kood oo isku macnay noqdaan oo rabbi maaratay macbuud loola jeedo yaa dhacda mid aad aakhira marka qofku u dhinto qabriga uu ku jiro la weydiinay ma rabbi kale leeyahay man macbuud kowa يا كوابورة يا رنتو ما يهات عابد جرتوا أربابنا دوا عباده هو كم مقنع سامر عدي من حاتم فهم كذي كم مقنع سام هو كير وقت إننا لسنا نعبدهم بير أربابنا على صوت شيء سمجد أصلا محير إننا لسنا نعبدهم أنا ما عبده إنه فقلت له حنكوير هذا عدي إننا لسنا نعبدهم أنا ما عبده إنه قال وحير عليه سو يحرمونا ما حل الله مواني حاران كدقين إنه حل حلالي فتحرمونه أذنكم مركات حاران كدكتان واعتقادسان ويحلون ما حرم الله وحل حاران كدكتان حلال مويسين كدكتان وفتحلون مركات أذنكم أذو أركتان واعتقادسان إني حلال يهين فقلت حير بلع تاسوا جرتان قالوا يحير فتلك عبادتهم عبادة الشيغة يا واتاس إني ساكوا الطيعان تاسا عبادة دي مركا قفكو إنو قفك لشرعي بدلي ديزي كوا طيعا ساقو أوك إنو قفك لشرعي بدلي وعبادة إنو قنيسا قاسو مركا عابدي لكن سمركا دوسا وعلم لهين أو جاهل كيهين أما وحو نقنايا معذور بو نقنايا أما وحو كم من نقنايا عصاد بو كم من نقنايا هاد بحالك يستدوين ومعنى هدي مثلا وحي حاران تنمدو دي وعده أو اعتقاد سنياي لكن سأو سمايه هذا سيد عصاد ونحو كوضو يلنايا وبالله التوفيق.